ينضم إلي من القاهرة دكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور صبحي مساء الخير، أهلا بك. يعني كيف ترى هذه المستجدات الأخيرة؟ دعني أبدأ معك من الشق التفاوضي. يعني هناك أمل، هناك تفاؤل من القاهرة بأن هناك تقارب في وجهات النظر. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يفضي هذا الأمر إلى تحقيق هدنة أو التوقيع على هدنة ووقف إطلاق النار؟ مساء الخير يا استاذ عمرو. طبعا بكل تاكيد الموقف شديد الصعوبه، ولكن الاجواء الايجابيه التي تتحدث عنها مصر هي موجوده، لانه في الحقيقه ما يفصلنا بين الفشل في توقيع هذا الاتفاق او النجاح فيه هي مسافه قصيره للغايه يمكن تجاوزها في حال ثبت او تحلى الجانبين باقصى قدر ممكن من الجديه والمسؤوليه في الحقيقه وشعور واستشعار الخطر الذي يستشعره الجميع الان في منطقه الشرق الاوسط، ليس فقط على الجانبين بل على الشرق الاوسط. المقترح المصري كان جاهزا، كانت هناك موافقة مبدئية، مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على هذه الخطوط العريضة أو على المقترح المصري. وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت نفسه طالب بنيامين نتنياهو بأن يوقع أو يوافق على هذا المقترح. حماس أخيرا يعني أعلنت بشكل واضح أنها وافقت على المقترح المصري. ما نحن بصدده الآن يعني موقف خطير للغاية، كونه يعني يؤسس أو يحاول من خلاله بنيامين نتنياهو أن يعني يجعل التفاوض، يحاول من خلاله أن يؤمن أكثر قدر ممكن من المكاسب تحت قصف النيران. هو كان يعلق هذه العملية أو اجتياح رفح على موضوع الوصول إلى صفقة، وكان يهدد بذلك ويزايد به ويضغط به على حماس. حين فاجأته حماس في اللحظة الأخيرة بأنها وافقت على هذا المقترح، لم يكن أمامه إرضاء لليمين المتطرف إلا أن يخوض هذه العملية التي يسميها أو تسميها الولايات المتحدة الأمريكية أنها عملية محدودة، ولكن بكل تأكيد أن هذه العملية المحدودة لا أحد يضمن بأي حال من الأحوال في ظل انعدام الثقة ببنيامين نتنياهو وفشله المتتالي في الحقيقة في داخل قطاع غزة، لا يمكن لأحد أن يضمن ما الذي يمكن أن تتطور إليه هذه العملية. مصر حذرت كثيرا ومرارا وتكرارا من أن مثل هذه العمليات يمكن أن تصل بنا إلى تصعيد لا يحتمل ولا يمكن لأحد أن يتصور تداعياته، ومن ثم نحن الآن عند مفترق طرق حقيقي ولحظة حقيقة، إما أن نوافق أو نمضي أو نوقع على اتفاق لإطلاق الأسرى وتحقيق تهدئة، وإما أن انفجار الأمور ستنفجر تماما في هذه المنطقة، وهذا الانفجار سيطال الجميع بما في ذلك إسرائيل نفسها التي تبدو يعني مغمضة العينين الآن وتحاول أن تجر هذه المنطقة كلها إلى الجحيم في الحقيقة، بينما الجميع يتصور وينحاز الآن إلى الرؤية المصرية وكل الأضواء الآن مسلطة على القاهرة وما الذي يمكن أن يحدث في القاهرة. أنا شخصيا لدي تفاؤل كبير بأننا يمكن أن نصل خلال الأيام المقبلة، اليومين أو الساعات المقبلة إلى هذا الاتفاق، خاصة وأن كل الأمور جاهزة وكل الأمور تم التوافق عليها تقريبا. المشكلة الآن هي في المزايدات التي تأتي من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، التصرفات غير المحسوبة، هناك تصرفات كثيرة غير محسوبة في الحقيقة ولا محسوبة عواقبها. ما قامت به حماس قبل أن تعلن موافقتها باستهداف معبر كرم أبو سالم، وما تقوم به إسرائيل الآن لتثبت فقط أنها قادرة وأنها تتحدى الجميع وأنها تدخل إلى رفح وتخرج من رفح، هذا يعني يوتر الأوضاع كثيرا ويجعلنا نخشى ألا نصل إلى هذا الاتفاق. ولكن بكل تأكيد يا أستاذ عمرو، هذا الاتفاق يعني يحقق مصلحة جميع الأطراف، ومن هنا يأتي دور المجتمع الدولي الذي طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يتحلى بالمسؤولية وأن يتولى مسؤولياته الآن في الضغط على إسرائيل، والجميع يضغط على الطرفين حتى نصل إلى هذا الاتفاق. طيب الدور الأمريكي خصوصا في ظل وجود مدير CIA وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في المنطقة ومتابعة واشنطن لكل ما يجري في هذه المفاوضات في القاهرة، الطرف القطري موجود، الوفد الأمن المصري قطعا موجود، الجانب الإسرائيلي، حركة حماس، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك ضغط الآن يمارس من طرف الإدارة الأمريكية، خاصة وأنها تقول أنها لا تريد رؤية عملية لا صغيرة ولا كبيرة طالما تهدد حياة المدنيين في رفح؟ المشكلة يا أستاذ عمرو أن الرؤية أن العملية المحدودة موجودة وتجري في رفح الآن، بينما الولايات المتحدة حاسة أنها لا تريد. وهنا أيضا أحذر من أن الولايات المتحدة توفر أيضا غطاء الآن وتدعم الموقف الإسرائيلي بشكل غير مفهوم في الحقيقة. العملية موجودة وعملية
نعم تسميها الولايات المتحدة محدودة، وهي حتى هذه اللحظة محدودة بكل تأكيد، ولكن الولايات المتحدة لا أتفهم هذا التصريح بأي حال من الأحوال. أما أن الولايات المتحدة تمارس ضغوط، في الحقيقة هي تمارس ضغوط ربما تكون غير كافية، نطالب بالمزيد من هذه الضغوط. كما أشرت حضرتك يعني رئيس المخابرات الأمريكية موجود في المنطقة، سيزور القاهرة وربما يكون في القاهرة في زيارة غير مجدولة، يعني أن هناك يعني جهدا حسيسا يعني يمارس من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأؤكد مرة أخرى وأشير إلى أن ويليام بيرنز رئيس المخابرات الاستخبارات الأمريكية كان يفترض أن يزور إسرائيل، ورغم ذلك صحيح. يعني أرسل له بنيامين نتنياهو رئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد حتى يلتقيه في مكان آخر. يبدو أن الخلاف يتعمق ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية. الولايات المتحدة الأمريكية بنت موقفها على موافقة الجانب الإسرائيلي على المقترح المصري، ومن ثم قال بلينكن قبل عدة أيام أن وكان يضغط على حماس في الحقيقة أن هذا العرض سخي ولا بد أن توافق عليه حماس. كانت كل هذه الرؤية بناء على أن إسرائيل جاهزة أو موافقة على الخطوط العريضة لهذا الاتفاق. فإذا ببنيامين نتنياهو ينسف كل هذا الآن لمصالح داخلية ومصالح شخصية في الحقيقة، وهذا هو الخطر الحقيقي، أو ما أسميه أن بنيامين نتنياهو يلعب بالنار في الحقيقة في منطقة في وقت لا يحتمل أن يلعب أو يتلاعب أحد بالنار، لأن النار إذا أحرقت أحد فأول ما تحرقه من يتلاعب بها في منطقة شديدة الحساسية في موقف شديد التعقيد. هذا ما نريده الآن من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، أن يمارس أقصى قدر ممكن من الضغوط على إسرائيل، على الأقل من زاوية أن الانفجار في المنطقة على الأقل سيكلف هذه الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا يمكن تصور أن يدخل الرئيس بايدن حملته الانتخابية والانتخابات نفسها بعد عدة أشهر بينما الأمور منفجرة في الشرق الأوسط. إذا تصورنا أنه حدث اجتياح شامل لرفح في ظل الموقف المصري الحازم والجازم أن هذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، وأنه سيجر المنطقة إلى تصعيد لا تحمد عقباه بأي حال من الأحوال، هذا التصعيد يعني لا يمكن لأحد كما أقول دائما أن يحسب مداه ولا أي مدى يمكن يتوقف ومدى يمكن أن يتوقف. وكما حضرتك أشرت في بداية هذه الساعة الإخبارية أن القاهرة أبلغت بشكل واضح مرة أخرى وربما تكون المرة الألف أن مصر جاهزة بكل تأكيد للتعاون مع كل السيناريوهات. مصر لا تريد أن تصل إلى مرحلة من التصعيد بأي حال من الأحوال، لا مع الجانب الإسرائيلي ولا غير الجانب الإسرائيلي، ولا أن يصل أي طرفين في هذه المنطقة إلى مرحلة مواجهات. ورغم ذلك مصر جاهزة للتعامل، موقفها واضح تماما بأن ما ستقوم به إسرائيل إن تطورت هذه العملية إلى اجتياح شامل لرفح بما ينتج عنه كارثة إنسانية قد يؤدي أو يمس من قريب أو بعيد بالأمن القومي المصري، فإن مصر جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات كما أكدت القاهرة. والرسالة أصبحت واضحة، وهي كانت واضحة بالفعل من خلال كل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخارجية المصرية وكل الأجهزة في مصر، أن هذا مرفوض تماما لأنه يعني تصعيدا غير مقبول ومساسا بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تعتبر حجر الزاوية والركن الركين في معادلة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.